انه تمشين وتعدين، هذا الشيء يمكن اثر عليك فنيا؟ يعني اذكرك بممثل، لا بالعكس انا مرتاحه، اذكرك بممثل ضربك بالبروفات مال واحده من المسرحيات وغلست. هي مو ضربت، هي صارت مشكله بالكواليس اثناء العرض، و يعني ضربني راشدي وصار الزعل بالموضوع، وبعدين صار مراضات بالموضوع. بس يعني كل من شخصيته، يعني مستحيل اني باكر اكبر، يعني ان شاء الله من اكبر واصير ممثله وكذا، مستحيل راح اضرب ممثل اصغر من عندي. راشدي راشدي يعني، يعني راشدي منو كان الممثل؟ ما اقدر اقول منو، ما دام الشيء راح وعدى بعد. لا خلاص. لا مستحيل، لا ممثل نجم يعني. بس يعني شلون اقول لك، بحضم شنو، بحضم بحكم كونه معلم، كونه مو معلم، لا كونه نجم عود بالمسرحيه، كونه بطل مسرحيه، كونه هو اللي يشتغل بالمسرح، فبوقت يعني جرأ وضرب راجلي. بوقتها انا ما سويت شيء، وما ابد قبل رحت على منتج ستار كذا 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 كذا، صار هيجي. شنو الاجراء اللي اتخذت؟ حلوا الموضوع هم، يعني هم اساتذتي واكبر من عندي وعديتي الموضوع. عديت الموضوع طبعا، لان انا اتعلم، اتعلم من الباقين. انا حدث اتعلم. اكو ممثلين ما يشتغلون وياك او انت ما تشتغلين وياهم؟ نعم مستحيل. ماكو شيء. ماكو شيء. طيب هواي ناس تقول انه هبه سامي ربطت نفسها بدور الراقصه، بدلات الرقص، الاوفر، الادوار اللي بها اغراء على المسرح. لا لا مستحيل. شلون تردين على هالموضوع؟ لا 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 مستحيل مستحيل. انت صار لك، يعني مو صار لك فتره، انت ما شايف اخر اخر مسرح جاي تشتغل. الكار تطلع على القصاب يمكن؟ الكار اطلع بيه قصابه، زمن الشحاتين اطلع بيه مجديه، بس اطلع مشوهه. مشوهه مشوهه تماما، يعني باروكه وشامات شكل اوفر اوفر، يعني مستحيل احد يتحمل يشوفني. يعني تخيل، بحيث مره ما جت المسرح ما شافتني، قلت لي هاي شنو، يعني قبل عطت فيه، ما نتخيل في يوم يشوفني هيك يوم. اي فمره طلعت مجنونه، مره طلعت مدمنة مخدرات، فمو كل الادوار اللي نشتغلها رقص ورقص ورقص. بس الاعلان لازم بيرقص، حسب الاعلان، حسب الوقت، حسب الموسم. أكثر ممثلة تحبين تشتغلين وياها بالمسرح؟ أستاذ عامر الربيعي. تحياتنا لها. هواية إشاعات تدور حولك وحول زواجك من شخصيات معينة. أول شيء، أنت متزوجة ولا لا؟ لا أنا ما متزوجة. ولا قبل ولا هسه؟ لا قبل ولا هسه. ليش هواية ناس يقولون إنه هبة متزوجة من مخرج معروف وهي اللي تشتغل وياه حاليا أكثر شيء؟ لا لا، يقولون إنه أنتم متزوجين بالسر. لا لا، هاي كلها إشاعات. بس يعني تقريبا 5-6 فنانات قعدوا بمكانك قالوا لي هالشيء. لا لا، هاي كلها اشاعات. اكو ناس تروج، اكو ناس تحاول السقاط، اكو ناس يعني هيك تفصيله، بس هذا الموضوع لا مستحيل. مو حقيقي؟ لا لا مو حقيقي. زين عادي اقول اسمه اذا مو حقيقي؟ اسم المخرج؟ عادي من حقك، بس الموضوع مو حقيقي، يعني ماكو داعي تحكي وكذا، الموضوع اشاعه. انا هم سامعه الموضوع، بس الموضوع هو اشاعه، ماكو شيء. سامعته؟ طبعا. طيب انا احترام رغبتك ما راح احكي بيه، بس هوايك شنو بالموضوع، فانت زين انه نكرتيه. لا لا، الموضوع اشاعات، يعني شنو المشكله اذا اشتغلت ويا شخص معين لوقت طويل؟ يعني ما اشتغلت ويا غيره من وقت طويل. اي لان انا مستقره بهذا الشغل، انا قلت لك من البدايه، قلت لك انا احب الثبات، ما احب اشتغل هنا وهنا وهنا. يعني حتى المسرح، انا شو صار لي سب سمير انيس؟ سنوات طويل. مزوجه مسرح سمير انيس انا هسه؟ لا لا ما لي علاقه. زين ليش ما تشتغلين غير ويا المخرج تامر الشاطر؟ لان فاهم شغلي، يعرف اني شحب محتكرج. لا لا ماكو في شيء اسمه احتكار، بس اكو شيء اسمه تفاهم بالشغل. مو بس اني استاذ خليل، استاذ عام، استاذ علي داخل، هواي هواي هواي. يعني ما متزوجت انت؟ لا مستحيل، ماكو شيء. ماكو شيء، بس يعني شغل هوايه فالعالم تتصور هالموضوع. زين ليش ما متزوجه لي هسه؟ ما فكرت بالموضوع بعدني، نفكر او اتزوج. يعني الفن اهم بالنسبه لك حاليا؟ مو اهم، بس ما لاقي نفسي انه اتزوج. ما شايفه نفسك بالزواج. طيب هبه، اكو صور منشوره عنك على الانترنت، صور جريئه جدا، صور بملابس داخليه، صور يعني جريئه جدا مثل ما نقول. فالناس ظلت تقول انه هل هي مركبه هاي الصور وناشرتها عن نفسها، هل بعضها صور حقيقيه؟ انت اليوم قدامك الجمهور والراي العام، وضح